السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الكرنب بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا، ان شاء الله بقى هتعجبكم قوي. حطي بس كده ايه لايك للفيديو من ايديكي الحلوه وسبسكرايب للقناه. يلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض ونشوف كده مع بعض هنعمل وصفتنا ازاي وهنعمل الكرنبايه الجميله دي ازاي. بس يا ريت قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما تنسوناش بقى في دعوه حلوه كده ودعوا البابايا بالرحمه، ربنا يا رب يرحمه ويرحمنا جميعا ويجعل مأوى الجنة ويوسع قبره يا رب وينور له قبره. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض وصفتنا. أول حاجة عندي بعملها باخد الكرنباية، مش بحب بصراحة إن أنا أعملها يعني إيه أشيل بقى واحدة واحدة، والجو ده بتكون يعني طويلة شوية، لكن إحنا ممكن نعملها بالشكل ده يعني تسهل علينا أكتر بكتير لو إحنا إيه بدأنا إن إحنا نطلع الجزء ده كده. دلوقتي بقى خرجتها معايا وبقت بالشكل ده كده، بدل ما نشيل ورقة ورقة هنشيلها كلها مرة واحدة. بسم الله، اهي باخد بقى معايا ورق الكرنب وابدأ ان انا افرعه معايا بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده هتلاقيه بيبدأ يتفرع معاكي بمنتهى السهولة وما بياخدش معاكي ولا وقت ولا مجهود. اهو كده وتلفي بقى كده ايه وتطلعي واحده واحده. بسم الله، اهو ممكن تكمل بقى الكميه دي كلها. لو انت بقى حابه تشيلي ورقه ورقه هتعملي ايه؟ تعالي اقول لكم دلوقتي. دلوقتي بقى عشان تسلقي الورق بجيب عندي ميه كده، المهم ان الميه بتاعتي تكون مغليه، وبنزل عليها برشه كده من معلقه صغيره من السكر، ودي بتفرق معايا جدا في الطعم، تخلي الكرنب بتاعك طعمه كده مميز وجميل. نص معلقه من الكمون عشان الانتفاخات، ومعلقه طبعا من الملح. معلقه الملح دي بقى عشان خاطر تمليحه الورق نفسه يطلع معاكي طعمه كده ايه مظبوط. بنقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه، يعني طول ما الورق طول ما الميه معايا سخنه هنزل بالورق. بنزل بالورق انهي الاول؟ بحب بنزل باللي هو الفاتح الاول عشان لما اجي احطه تحت هيبقى ايه هو يعني لما يتحط فوق بعضه هيبقى هو اخر حاجه هتتعمل، فدي تبقى يعني ايه على وش في وش بقى الحله فوق من فوق، فبرضه ايه ياخد معايا تسويه كويسه، وفي نفس الوقت ان التاني الغامق يستحمل معايا الحراره اكتر من ده. نسيبها بقى كده يا دوب بس الورق يبدا ان هو يتنى معاكي كده عادي، وبعد كده ايه نروح شايلينه عشان ما يتهرش مننا. برضو خد بقى معايا الورق بتاعي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وبنبدا ان احنا نصفيه ونطلعه كده. صفيه بس كده ايه كويس، تبداي تطلعيه. بعد كده انا بشطف الورق ده كله تحت الحنفيه، اهو كده نصفيه بالكامل وايه وبنطلعه. اي حاجه بقى موجوده معانا كده مش محتاجينها. ناخد بقى الكميه الثانيه بنفس الشكل برضو. بسم الله، كده دول على جنب. بصي بقى اول ما بيبدا ان هو ياخد خلاص الحرارة بتلاقيه حجمه قل بكتير. نسيبه برضو 5 دقايق كده وبعد كده برضو نطلعه ونكمل باقي الكميه بنفس الشكل. خد بقى الكرنب معايا كده سواء بقى بالسكينه او بالمقص زي ما تحبي، بس طبعا يعني بالسكينه شايفه ان هي احسن بكتير. هناخد بقى معانا كده اهو ورق الكرنب ونبدا ان احنا نعمله كده اهو. اهو الفكره بقى يا جماعه بتاعه المكنسه، ان احنا بناخد ايد المكنسه وبنمسك الجزء اللي هنا ده وبنمشي عليه كده اهو، فبدل ما هي ناشفه جدا معاكي شايفين ازاي هتطرى معاكي ومش يعني ايه مش هتبقى محتاجه كده.
فانت بقى لو انت حابه تعمليها بطريقه المكنسه يبقى ايه، هتعمليها بالشكل ده. خلاص كده هاخد بقى الورقه معايا، يبقى هتمشي عليها بايد المكنسه. هاخد بقى الورق معايا بالشكل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا ان احنا نقطعوه على قد ايه، على قد لفه الورقه اللي انت محتاجاها. سواء انت بقى بتحبيه صغير اعمليه صغير، بتحبيه طويل خالص طوليه زي ما تحبي، يعني شوفي اللي انت عايزاه واعمليها. هكمل الكميه كلها بنفس الشكل وبنفس الطريقه. دلوقتي بقى البصل احمرت معايا وبقت باللون اللي انتم شايفينه ده كده، هنزل عليها بقى بالطماطم اللي احنا ضربناها في الكبه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى كده ما تاخدش معاكي يعني ممكن بالكتير نص الوقت اللي هتاخده لو انت ضربها في الخلاط ونزودها ميه. طبعا احنا حاطين ماده دهنيه معلقه كبيره من السمنه، فمش هضيف اي ماده دهنيه تاني على الوصفه بالكامل. هنسيبها بقى كده ونغطي عليها لحد ما تستوي، وبعد ما تستوي هوديها. دلوقتي بقى معايا الصلصه. بعد الصلصه ما استوت معايا جبت كيس كده من خلطه المحشي وحطيت الكيس كله عليها وهي سخنه بعد ما استوت. اقلبه بقى معايا كده، انا ولا ضفت لها ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. وناخدها معانا هنا بقى، عندي هنا كزبره وبقدونس وشبت، وهنا الرز مغسول ومتصفي. هنزل عليه بقى كده بكل كميه الصلصه، بسم الله، وهزود بقى التمليحه على قد الرز والايه والخضره، لان باقي الكميه خلاص كده التمليحه بتاعتها يعني الصلصه اتملحت معايا كده كويس. وننزل بقى نقلب الكلام ده كله. وطبعا قلت لكم مش هنضيف مش هضيف لها، بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا زي ما قلت لكم مش هضيف لها زيت، لان انا حاطه معلقه كبيره جدا من السمنه، فمش هحط عليها حاجه تاني عشان ما تبقاش برضو دسمه قوي معايا. نقلب بقى الكميات دي كده كلها. شفنا بقى الخلطه كده زي ما قلت لكم، وهحط عندنا الخلطه ايه، كزبره وبقدونس وشبت، وحطيت عليهم الرز وعليهم طبعا كيس التوابل. حطيته على الصلصه بعد ما عملتها معاكم، هو ده كيس التوابل اللي انا استخدمته، حطيته على الصلصه وهي وهي سخنه بعد ما استوت. خلاص بقى كده هحط معايا رشه ملح، رشه فلفل اسمر، انا بحب طعم الفلفل كده يبقى ظاهر، وهحط رشه ملح عشان نظبط بس ايه طعم الرز، عشان هو كده ايه يا دوب بس التمليحه بتاعتها كانت يا دوب على قد الصلصه بس. نقلب بقى الكلام ده كله، وتعالوا بقى دلوقتي هنحشي مع بعض. بقى باخد معايا المحشي زي ما انتم شايفين كده، خدي بقى حبه رز صغيرين على قد ايه الورقه بتاعتك، ونبدا ان احنا نلفها كده على بعض، والزياده بنشيلها طبعا معانا، بسم الله اهو كده، وبنبدا ان احنا نلفها بالشكل ده كده، وبنحطها معانا في الصينيه. بنكمل الكميه كلها بنفس الشكل وبنفس الطريقه وبنوريها لكم. دلوقتي بقى حطيت عملتها معايا وبقت بالشكل ده، هحط عليها بقى الميه او الشوربه، انا حط عليها ملح وحط عليها فلفل اسمر ورشه بسيطه من الكمون، هحطها عليها كده واحط عليها معلقه سمنه واطلع بيها على النار. دلوقتي بقى اتعمل معايا المحشي وبقى بالشكل ده كده. بتمنى بقى باذن الله الفيديو بتاعي يعجبكم وتجربوه. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسونيش بقى في الكومنتات واللايكات، وما تنسونيش في المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.